خلينا استاذ عبد الله ننزل نشوف التقرير صورته كاميرا ويح كأن مع الناس في الشارع ونشوف هم بيتم اختيار شريك الحياه بناء على ايه. شوف كده بيفكروا ازاي. يلا بينا. جواز الصالونات بس يكونوا اتعرفوا على بعض الاول، ما يتجوزوش على طول يعني، اخدوا فتره في التعارف. اكيد اللي انا بحبه هيبقى كويسه معاه وابقى مرتاحه معاه. جواز الحب الاحسن لما يبقى فيه تعارف بالعقل، الاثنين ما يختلفوش عن بعض في حاجات كتير. جواز العقل يعني مهم، الشخص اللي هيتكلم او الشخص اللي هيتقدم هيبقى عامل ازاي. هو اللي انجح بالنسبه لي العلاقه الصح. جواز الصالونات اللي متعارف عليه في مصر مش حاجة صحيحة، ولا ان انت تحب وتتجوز على طول دي حاجة برضو صحيحة. لا، جواز الحب طبعا والمعرفة. جواز الصالونات بيبقى مبني على التفكير. ممكن مثلا في جواز الصالونات اعرف بعدين عيوب انا ما كنتش اعرفها، فيعني الموضوع هيبقى معقد قوي بعدين. المشكلة بتحصل لما هما الاثنين يتجمعوا في بيت واحد وكل واحد بافكاره، فلازم يبقى في اتفاقات من الاول يعني قبل الجواز، فترة خطوبة و بيعرفوا بعض فيها، لإلا ما يكملوا لإلا لأ. عن خطوبة وحاجة شرعية يعني، ما بعدش عن الدين بس مش أكتر. قبل الجواز كله بيكذب. يتعاملوا مع بعض بصراحة، الصراحة إن أنا أبقى واضح معاك من الأول وإنتي واضحة معايا من الأول في فترة الخطوبة. والله عن طريق الأهل، يعني لازم الأهل يبقوا حاضرين ويبقى بشكل رسمي يعني. اللي هم يكونوا صرحة قوي مع بعض وكل طرف يطلع أسوأ ما فيه. في الخطوبة تعلم يا ليت علشان إحنا نتعرف ونتكلم، وسواء هي هتنتهي او هتكمل. وعجب بيها فطبعا بيسأل عليها ويروح لاهلها. بيتفهموا، بيبقوا الاول في شروط للعروسه وشروط للعريس. انا مش متجوزه صالونات طبعا، بس انا شايفه ان هو انجح جواز دلوقتي. يقعدوا فتره كبيره لحد ما يتعودوا على بعض. في المنطقه اللي هو الولد ساكن فيها بنسال صحابه، بنسال الجيران، بيسالوا عنه، بيعرفوا ابن مين، اسلوبه ايه. في ناس مثلا في محيط السكن بتاعه، في محيط شغله كده، بسال عن اخلاقه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اصفر بذات الدين، برضو قال لك نفس القصه بالنسبه للراجل لو هو ملتزم بالدين وبالصلاه. اهله وصحابه والناس اللي حواليه كده يعني، بينزلوا المنطقه، بينزلوا مكان شغله، يسالوا بس. هو دي الفكره، او في صاحب، في حاجه غير كده مفيش يعني. ياخدوا اسمه ويقعدوا معاه، يتكلموا معاه الاول ويشوفوا اهله ويشوفوا اخلاقه. واسأل كذا واحد مش من واحد بس. اكيد بيبقى فيه طريقه يعني، هيسال بنسال العريس نفسه يعني، انت مؤهلك ايه، بتشتغل ايه، عندك شغل ولا لا كده، الاسئله اللي هي التراديشنال العاديه.